وزي ما شفنا أمس كانت ليلة استثنائية شهدتها الرياض في عالم الموضة والترفيه بحضور عالمي لعرض المصمم إلي صعب، واللي لفتنا فعلا حضور فنانين من حول العالم. يعني حفل كان كبير، وربما شفنا هذا التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وكثير من الناس اللي كانت بتحاول انها تشارك بشكل مباشر او غير مباشر هذا الحدث الضخم. لما نتكلم عن وجود فنانين محليين وعالميين لناس كثير مهتمين بالموضة وبعالم الازياء والفاشن، يعني انا شخصيا بصراحة اول اسم عرفته في عالم تصميم الازياء إلي صعب، فلهذا السبب كانوا كثير يعني حابين نكون متواجدين في هذا الحدث ويلبوا طبعا الدعوة. كنت كثير سعيدة بمشاركة سيلين ديون، يعني هي كانت تغني وأنا أتذكر أيام زمان يا ودي، عارفة يعني ربما من أحلى الأشياء اللي طبعا شفتها، وبأمانة يعتبر حدث جدا ملفت بالحضور اللي كانوا موجودين فيه، وحتى يعني بجودة أو بمحتوى هذا العرض. كنت أتوقع صراحة أنه يكون مرة زحمة، بس الحمد لله شفنا يمكن الحضور ما كان مرة كثير، فتحمست ليتني أنه أنا كنت موجودة من بين الحضور على الفضاء. وهذه إيه أنه ما يكون مرة زحمة، أنت ما تحب الزحمة؟ أنا ما أحب الزحمة، فلو أدري أنه كذا والله العظيم كان رحت، بس يلا عاد راحت علينا.